نعم، طيب كابتن طارق، عايزين نعرف رأيك أيضا في مهمة كابتن طارق يحيى مع الزمالك، واللي تولى مهمة القيادة الفنية للفريق يعني مش بس بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد فقط، تعليقك إيه وشايف هل ده أنسب حل ولا لأ؟ يعني أولا طبعا كل التحية لكابتن طارق يحيى وكل التقدير ليه إنه هو يقبل المهمة لمدة أسبوع، وهو دول أولاد من الزمالك اللي بيحبوا النادي، ويمكن قال تصريح عجبني جدا، لو كان الزمالك قال اشتغل يوم واحد بس هشتغل، ودي حاجه تحترم، اتمنى له يا رب التوفيق. مفيش شك الوقت ضيق، ومفيش حد موجود في نادي الزمالك دايما غير الكابتن طارق يحيى، من اكثر المديرين الفنيين اللي بيشتغلوا في الدوري، ومن اكثر اللعيبه المدربين اللي بيشتغلوا يعني في نادي الزمالك، فاعتقد كان مهم جدا حد يبقى قريب من الفريق، يعني بيشوف التمارين كلها ويشوف التمارين، واعتقد متواجد كتير جدا في الانتخابات، فاعتقد اختيار جيد. اتمنى له التوفيق في المباراه اللي هو قدام فريق مور الثاني، فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يعديها على خير، واعتقد كابتن طارق يقدر يعني يعديها على خير في مجموعه اللعيبه الموجوده ان شاء الله.